بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا باعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج بلدنا امانه. انتهى امبارح اجتماع رؤساء والحكام العرب جامعه الدول العربيه بدون اي شيء احنا كشعب عربي نحس بيه. احنا واخدين على كده، احنا واخدين ان الحكام العرب مولد جامعه الدول العربيه والقمه العربيه تخرج بدون اي فعاليات. احنا تعودنا الشعب المصري والشعب العربي، احنا للاسف ما عادش في حكام نقدر نعتمد عليهم. الحسنه الوحيده اللي نقدر نقول عليها الخطاب القوي للسيد الرئيس. بالفعل احنا خطاب يعبر عن كل مصري وكل عربي. كل واحد بيدور على القوميه العربيه لما يشوف الخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم بكل حياديه، اتكلم عن تركيا، واتكلم عن قطر، واتكلم عن روسيا، واتكلم عن امريكا. احنا بنقول دوله بتتعامل بعدم الانحياز في الخطاب ده. لما نقول دوله بتحارب في الارهاب الخطاب ده يمثلني. لما اقول دوله لا تنحاز جهه الشرق ولا الغرب هذا الخطاب يمثلني. لما اقول دوله بتحارب اطماع دول اقليميه وعالميه هذا الخطاب يمثلني. لكن للاسف احنا تسموها بقى قمه القدس، قمه مكه، قمه السعوديه، للاسف بدون اي فعاليات وبدون اي قرارات قويه. وانا بطالب الوزير احمد ابو الغيط، استقالتك يا فندم من جامعه الدول العربيه اللي هي كانت غطاء لتدمير العراق وسوريا وليبيا واليمن، اكرم لكم لتاريخك. احنا كمان بالشعب المصري بنطالب للرئيس عدم الحرق الجاز على الفاضي. حضرتك رحت السعوديه واجتمعت مع رؤساء الحكام العرب وفي النهايه ما كانش فيه قرارات قويه، وحضرتك اعلم ان جزء منهم كتير جدا كان مع تدمير الدولة العراقية والسورية والليبية واليمن. إن كان في فعاليات هتشفي غليل الشعب العربي أهلا وسهلا. وإحنا طالبنا قبل كده بإدغاء جامعة الدول العربية لأنها غطاء، زي ما الأمم المتحدة وزي مجلس الأمن هم غطاء للدول الاستعمارية، هم غطاء للعربدة بتاعتهم، هو شكل قانوني من الاستعمار. جامعة الدول العربية للأسف بقت أداة من الأدوات، بقت تغطية لتدمير الدول العربية والجيوش العربية. ما نيجي بقى نقول الحكاية بدأ منين؟ الحكاية بدأ من 1917 من وعد بلفور، ونزل سنة 1927 في جريدة اسمها جريدة اللطائف. جابت رسم كاريكاتيري، الرسم من 1927 وهم بيقسموا مصر. في حد بيقطع من مصر سيناء، وفي حد بيقطع واحد جغبوب او الجزء الغربي من الجسد المصري. احنا طول عمرنا بنتعرض لمؤامرات. المؤامره مش من النهارده، لا، ده الاجهزه الغربيه والاجنبيه عندها معامل، عندها ناس بتشتغل. حب يحط اهم حاجتين في الوطن العربي، يحطوا الاسرائيل والاخوان، وهما الاثنين نفس المنهج ونفس المبادئ ونفس الطريقه اللي ماشيين بيها. زرعوا اسرائيل وبقت بيكبروها، بقت دوله ودوله قويه تكنولوجيه، والاخوان من خلال الانتشار في العواصم الاوروبيه، من خلال الدعم الاعلامي والدعم المادي واحتواء القاده الارهابيين وتفتتها بقى الى القاعده وداعش وجيش النصره والحاجات عشان احنا نتوه فيها. لما جه جمال عبد الناصر وحب ينادي بالقوميه العربيه وبدا يعمل بقى دعم تأمين قناة السويس والسد العالي والمشروعات القومية، الدول الغربية قالت لا، احنا مش هنسمح تبقى في دولة اقتصادية قوية. خلينا نسمع الكلام ده، لا الدولة، لا الغرب، لا امريكا ولا اوروبا هتسمح
بوجود كيان اقتصادي قوي وعسكري قوي جنب اسرائيل. عشان كده احنا نتحارب وهنستمر في المحاربه دي. عملوا ايه؟ قاموا عاملين 67 نكسه 67 وفي هناك بعض الاقاويل يقول لك ان هو تم تسميم الزعيم جمال عبد الناصر. لما جه السادات وبدا يفهم فكر الغرب وبدا يقرا اللي هو كان قارئ جيد وبدا يتعامل بدهاء معاهم وبدا يبقى هو حائط صد ضد تحقيق الطموحات بتاعتهم وطبعا انتصر في حرب 73 وخد الارض عن طريق اتفاقيه السلام الباقيه وبدا يمهد للوحده العربيه ويجمع العرب. قال لك لا مش هينفع معانا الراجل ده. فبداوا عن طريق الخميني اللي كانوا بيحموه وعملوا ثوره خموينيه واللي كان قاعد تحت الحمايه الفرنسيه واضطروا ان هم امريكا تكشف الغطاء عن شاه ايران. وعن طريق ايران وعن طريق الاخوان تم اغتيال الزعيم محمد انور السادات في قلب جيشه. كان الادوات مين؟ جزء من جماعه الاخوان. لكن بتحريض من مين؟ من ايران اللي هي تعتبر عشيقه امريكا لغايه النهارده. احنا بس عايزين نشوف الشكل عشان نقدر نحكم هل المؤامره. احنا كنا في مؤامره وما زلنا في مؤامره وهنستمر في المؤامره. لان لا يمكن تسمح امريكا ولا تسمح الدول الاوروبيه ابدا ان يكون دوله قويه جنب اسرائيل. لما شافوا مصر بتعتمد على 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 اجنحه قويه زي الجيش العراقي والجيش السوري والجيش اليمني والجيش الليبي وكانوا داعمين لنا في 73 قال لك لا احنا عشان نخلي مصر كده عايشه بطولها نعمل ايه بقى؟ نبدا نجهز للرقعه الجديده. الرقعه الجديده قال لك اول حاجه لازم يبعد ياسر عرفات واحمد ياسين من المشهد. فتم تسميم ياسر عرفات وتم تسميم ضرب الشيخ احمد ياسين بصاروخ من عملاء من داخل حركه حماس عشان الاثنين كانوا ضد بيع القضيه الفلسطينيه. قال لك بقى نجيب مين؟ نروح نجيب خالد مشعل واسماعيل هنيه اللي احنا ربناهم داخل الموساد. دول ولادنا، دول ولاد الموساد، دول عندهم استعداد يبيعوا ابوهم مش يبيعوا القضيه الفلسطينيه. طبعا حصل زي ما انتم شايفين انقسام بين غزه والضفه وانقسام النهارده بقى في انقسام بين حماس وبين حركه فتح وهنستمر في هذا الوضع لان خالد مشعل واسماعيل هنيه هم ادوات الموساد داخل القضيه الفلسطينيه. طيب احنا نيجي بعد كده بقى قال لك احنا لازم يبقى الجيوش اللي عاونت مصر دي ندمرها ولازم نسيب يعني شيء يردع الحكام العرب. فجابوا صدام وعدموه في العيد والقذافي طلعوه من الماسوره وعبد الله صالح اغتالوه عشان يدوا رساله للحكام العرب هيحصل فيكم زي ما حصل للنازيه. اللي هيقول لا وهيخرج خارج الحظيره هيحصل فيه زي ما حصل في البلاد دي وجيوش ما يحصل كده. عشان كده ما تلاقيش لا السعوديه ولا دول الخليج حصل فيها ثورات ولا فيها مشاكل ولا هيحصل فيها لان المال الخارجي بيشتري الحكم عشان الثروات اللي عندهم بيحكموا. لكن كل الدول اللي حصل فيها ثورات وحصل فيها تدمير هي الدول اللي كانت بتتمتع بالنظام الجمهوري لكن النظام الملكي ما حصلش. فانا بستغرب لما يطلع السعوديه والامارات والكويت وقطر والبحرين يأيدوا ضرب سوريا. طب هو انت عندكوا ديمقراطيه؟ انت عندكوا حريه؟ عشان احنا انا مش فاهم ليه العداوه للنظام السوري؟ ليه العداوه لتدمير الجيش السوري؟ وقالها الرئيس السيسي في سياق الحديث بتاعه احنا مع الدوله السوريه مع الشعب السوري مع الجيش السوري. احنا مش مع شخص، احنا مش مع بشار ولا صدام ولا قذافي، احنا مع الدوله كيان الدوله. دايما مصر بتتكلم بمبادئ واحدة ثابتة طول تاريخها. فعشان كده المؤامرة مستمرة ومش هيسمحوا
واللي حصل في سوريا انا منتظر السنه دي السنه الجايه العشر سنين الجايين هيتلككوا زي ما اتلككوا بسوريا هيتلككوا بمصر. واحنا بنعمل مفاعل نووي في الضبعه هيقول لك ده المفاعل النووي ده بيستخدم في اعمال غير سلميه، ونفاجئ الدول الاوروبيه اللي كانت بتدعمنا كلها بقت تحشد جيوشها ونخش في المتاهه زي ما حصل في 67. فربنا يحمي مصر، وربنا يحمي شعب مصر، وربنا يحمي رئيس مصر اللي هو بيرسخ مبادئ وقيم داخل جامعه الدول العربيه وداخل العالم. انت شرف وفخر للشعب المصري. احنا معانا النهارده المهندس خالد صديق مدير تنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات. نخرج فاصل ونستقبل ان شاء الله ضيف الحلقه باذن الله. أولويات الدولة ومن المشروعات القومية الكبرى اللي بيتم تنفيذها حاليا ومن المناطق اللي بدأت الدولة في تنفيذها هي حي الأسمرات بالمقطم وتل العقارب بالسيدة زينب. والآن ترصد كاميرا بلدنا أمانة حي الأسمرات، وهو من أحد النماذج المبهرة في نقل السكان من العشوائيات لأحياء سكنية متطورة بتعمل على تغيير حياة المواطن للأفضل. تعرف إمتى هيتم تسليم وافتتاح مرحلة الأسمرات 3؟ والله الأسمرات 3 إن شاء الله تفتتح في خلال شهر مايو، يعني في منتصف شهر مايو بإذن الله تكون الأسمرات كلها خلصت وجاهزة للافتتاح. طيب المرحلة بتحتاج وقت قد إيه عشان تتسلم؟ والله إحنا حاولنا بأكبر جهدنا إن إحنا نحاول نخليها في سنة، بس هي من سنة لسنة ونص ماكسيمم خالص المرحلة من إيد تزيد لإنها تخلص خالص. في مساحات محددة للمساكن؟ والله أسمرات 1 و2 و3 لغاية دلوقتي محافظة على نفس المساحة، مساحة العمارة 460 متر مسطح للعمارة كاملة، الوحدة السكنية من 60 ل 64 متر مسطح اللي هو بالصافي، يعني داخلة في 60 متر مسطح. احنا لغاية دلوقتي الحمد لله وصلنا اللي احنا داخلين في 19,000 وحدة سكنية متوفرة من 1 و2 و3، وان شاء الله مخطط باذن الله ان يكون في مرحله رابعه باذن الله خير، فبس لسه ما جبناش قرارات بيها. يعني وفرنا لهم خدمات، بدات باسمرات 1 بوحدات صحيه وحضانات وملاعب ومدرستين، واسمرات 2 بدا التطوير يكبر وعملنا مركز تدريب مهني وعملنا مسرح مكشوف ومركز ثقافي واسمه شرطه ومطافي وبريد، وبرضه مع الحفاظ على الوحدات الصحيه والحضانات. واسمرات 3 برضه يعني الحمد لله حافظنا على الخدمات وزودنا وعملنا كنيسة مسطحة أكتر من 3000 متر مسطح، ومسجد مساحته أكبر، ومخبز ضخم جدا، ومنافذ بيع توزيع كمحلات برضو منفصلة لوحدها. والآن انتقلنا لمنطقة تل العقارب بالسيدة زينب، وهي أيضا أحد النماذج اللي تم تطويرها. يعني عندنا التبة هنا كان ارتفاع 11 متر، مخلفات وادم قديمة من حوالي أكتر من 50-70 سنة، كانت الناس اللي عايشة فيها ما ينفعش اللي هي تقدر تكمل حياتها الطبيعية، فالحمد لله جه القرار اللي هو تطوير منطقة تل العقارب. استلمتوا المنطقة على مساحة كم متر تقريبا، ومساحات المباني والشقق السكنية الموجودة؟ المشروع هنا كان على حوالي 7.5 فدان، احتوى المشروع على 816 شقة سكنية، 344 محل. الشكل الإسلامي اللي هو السيدة زينب أغلبيتها أو المنطقة المحيطة بها والمساجد اللي موجودة تحاكي الشكل المعماري الموجود في المشروع. الخدمات هنا هتبقى المحلات، كان سيادة معالي الوزير كان زار المشروع هنا تقريبا في شهر واحد، واقترح اقتراحات ان هو انشطة المحلات تخدم المنطقة بالكامل وتجعل حي مختلف او منطقة مختلفة في حي السيدة زينة. تشطيب تسليم مفتاح، كل حاجة موجودة. نقلنا لكم مراحل تطور العشوائيات، وكما رأيتم التطور ملحوظ في مستوى الانشاءات والخدمات والمرافق العامة، مما يساعد على توفير حياة افضل لمحدودي الدخل. كان معكم جينا البطريك، LTC بلدنا أمانة. احنا معانا ضيفنا النهارده المهندس خالد صديق مدير تطوير صندوق العشوائيات. مرحبا بيك خالد. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. حضرتك كنا عاوزين نعرف على ملامح خطه الدوله في تطوير العشوائيات. يعني ملامح خطه الدوله تلخص في كلمه واحده بس، القضاء على عشوائيات قبل نهايه 2018 اللي هي العشوائيات الغير امنه. فاحنا يعني عملنا خطه لينا
ازاي نقضي عليها. فقسمنا الدرجات العشوائيات لاربع درجات وبدأنا نتعامل معها ونشوف ايه اللي ينطبق عليه معايير الغير امن ونتعامل مع كل حالة من حالات الاربع حالات دي بخطتها المنفصلة بتاعتها. فالحمد لله يعني احنا ان شاء الله على 2018 هنكون باذن الله يعني الخطة اللي عملناها هنكون نفذناها في التزام بالمعاد. يعني ان شاء الله 2018 هنكون ملتزمين مع الرئيس زي ما قال لنا. هل تطوير العشوائيات هو داخل اطار وكردون مدينه القاهره والجيزه ولا هي ممكن تمتد لباقي المحافظات الاخرى؟ لا مش ممكن، ده هي ممتده. احنا يعني انا بكلم حضرتك دلوقتي احنا عندنا مشروعات في كل محافظات مصر، ما فيش محافظه ما فيهاش شغل، ما فيش محافظه في ال 27 محافظه ما فيهاش شغل. حتى المحافظات اللي هي نائية او ليها مناطق نائية زي البحر الاحمر عندنا حلايب وشلاتين في شغل في البحر الاحمر، تمام، في حلايب وشلاتين عندنا الوادي الجديد في شغل، مطروح في شغل، جنوب سيناء في شغل، يمكن المحافظة الوحيدة اللي ما فيهاش شغل هي شمال سيناء. وكمان مش عشان احنا ما دخلناش نشتغل فيها، لا، شمال سيناء خالية من العشوائيات الغير امنة، لكن في خطة تطوير لشمال سيناء بعد انتهاء العملية الشاملة. خطة تريد دي تبقى تطوير وليس تطوير عشوائيات، هيبقى فيها تطوير وتطوير غير مخطط اللي هي كطرق وشوارع وشبكات لا ليها نظرة تانية ان شاء الله بعد ما تتطهر. فيعني كلمة تتطهر دي طبعا ان شاء الله يعني هتحصل، فلازم يكون ليها نظرة تانية اللي هي نحتفل بان سينا خالية خلاص خالية من خالية. كل شيء بقى مش من عشوائيات بس، لا، خالية من إرهاب، من أهل الشر زمان إن شاء الله. هل ممكن حضرتك تلقي الضوء على حجم الإنفاق على العشوائيات وهل هو صندوق تحيا مصر فقط ولا هو له ميزانية مخططة ومعلومة؟ لا هو يعني صندوق تحيا العشوائيات له ميزانيته اللي هو من كانت الأول من الميزانية العامة للدولة، وصدر قرار من رئيس الجمهوريه بان ميزانيه صندوق تطوير العشوائيات من فائض هيئه المجتمعات العمرانيه. انا قاعد مع حضرتك دلوقتي والصندوق صارف 5.5 مليار جنيه. ده بتكلم من سنه 2014 من تولي الرئيس لغايه ما انا قاعد مع حضرتك، 5.5 مليار جنيه صرفهم الصندوق على المشروعات. في مليار و2 من عشره مصروف من المحافظات وجهات اخرى. صندوق تحيا مصر صارف مليار جنيه. في بعض الجهات المولية مشروعات زي المنطقة المركزية العسكرية، مشروع أهالينا 1200 وحدة بشاير الخير بشاير الخير في اسكندرية، الثلاث مراحل بتاعته، الثلاث بشاير الخير 1 2 3 ده لوحده 1.9 مليار جنيه. فاحنا بنتكلم على أرقام دلوقتي كانت الناس بتقول مش هتقدروا تصرفوا. لا احنا صرفنا المبالغ بقول لحضرتك دي صرفناها على تطوير العشوائيات. في الأهالي نفسها طورت جزء من الخطه اللي احنا كنا هنشتغل فيها، يعني في اهالي طورت مع نفسها بمساعده المحافظات والاحياء ان هم طوروا بيوتهم في الفتره اللي فاتت لانها املاك خاصه، فاملاك خاصه ساعدناهم في الرخص، الهدم، الازاله، التخطيط، الحاجات دي كلها، ودي كانت مدرجه في الخطه ب 2.3 مليار جنيه لوحدها. تمام. فدي ارقام اللي احنا بنقولها. هو كم منطقه مستهدف لغايه 2018 نهايه 2018؟ يعني هل في خريطه معلومه يعني بص حضرتك لو تسلسلنا الوضع اللي احنا شغالين عليه، احنا عندنا قضيه، القضيه دي عملنا لها رصد. الرصد الناس لفت، لجان لفت من الصندوق مع المحافظات وبالاستعانه برضو بالجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، فعملنا رصد للمشكله وتعداد الناس وعدد السكان وعدد الاهالي وعدد الاسر. الرصد ده تحول لخريطه حطيناها على خريطه قوميه. تمام. الخريطه دي حصل ان احنا درسناها ايه مشاكلنا هنا وبدانا نحط على الخريطه، نرسم خريطه كم منطقه يا خالد دي؟ 351 منطقه على مستوى الدوله كلها. وهم تم الانتهاء منه كم منطقه؟ لو اتكلمنا يعني في بعض المشروعات هتلاقي المشروعات دي مشروع بيضم 15 منطقه. فلو قلت لك مثلا سي ان في القاهره فيها ست مشروعات، الست مشروعات دول بيضموا لوحدهم 45 منطقه 49 منطقه. ففي مشروعات بتلم مناطق وفي مشروع بمنطقه واحده. طب هو على اي اساس حضرتك بتقول ان المنطقه دي عشوائيه والمنطقه دي غير عشوائيه؟ معايير دوليه ومحليه حطيناها وطبقناها على كل منطقه. تنزل اللجان دي نقول مثلا سي ان عندنا كم منزل في المنطقه دي
غير آمن. ممكن يكون مثلا ساي نقول ان في 100 منزل منهم 10 منازل غير امنين، كده 10%، يبقى المنطقه دي مش غير امنه، لا يبقى خارج حدود التصنيف بتاعنا. البيوت هنا حالتها الانشائيه ايه؟ هل هو مثلا، عشان كده لازم يقول ايه هي الدرجه الاولى. الدرجه الاولى في الغير امن ان اللي هي الدهمه، الخطر على الحياه، بني ادم يتعرض لسقوط صخور عليه زي ما حصل في الدويقه، انهيارات جبليه، مجرى سيول، اتجاه خط سكه حديد قطر. دي لو توفرت الحاجات اللي بقولها دي في مكان، على طول بتصنف غير امنه درجه اولى دهمه. هل عزبه الهجانه تعتبر من ضمن العشوائيات؟ لا، هي في منطقه واحده بس اللي هي غير امنه عشان ساكنين تحت خط ضغط كهرباء. ولكن بقيه عزبه الهجانه هي كلها فيها غير مخططه. حضرتك تبص لعزبه الهجانه هتلاقي بيوت فخمة. البني ادم اللي ساكن فيها مخلفات، يعني مخلفات بناء، يعني هتلاقي شارع 6 متر طالع فيه برج 12 متر. هنا المشكله مشكله شبكات بقى، طرق وشوارع وشبكات. دي بقى في الغير مخطط، اللي هي القضيه اللي جايين لها بعد ما نخلص ان شاء الله على الغير امن. خالد بي، النهارده التطوير العشوائيات هل يقتصر فقط على تطوير المباني وشبكه الطرق والمرافق، ولا هو تطوير سلوك الناس اللي كانت عايشه على عشوائيات، والمنهج ده بقى جزء اصيل من شخصيتهم؟ كلمه تطوير تشمل حاجات كتير جدا. تطويرها تطوير حياه كامله. احنا تطوير مناطق عشوائيه بيشمل حياه، تطوير حياه، وليس يعني كان ممكن نقول نسميه صندوق انشاء مناطق حضريه او مناطق مطوره او مناطق جديده بمعنى سلوك الشخص. طبعا احنا بنشتغل على القضيه النفسيه، اربع قواضي بنشغلهم، عمرانيه واجتماعيه واقتصاديه وبيئيه، قضايا بنشتغل عليها مع القضيه العمرانيه. اذا ما اشتغلناش عليها صح وبقت من ضمن مهام او نعتبرها قبل القضيه العمرانيه، يبقى احنا بنبني عشوائيات جديده اللي هي كمان كام سنه هتتحول لخرابات. احنا قدامنا صور، احنا شايفين اهالينا اللي كانوا عايشين هنا، وده طبعا لا يتناسب مع الادميه والقيم اللي احنا بنحاول نرسيها ونرسخها في الشعب المصري. بنحاول ان احنا نقول لا، العيشه دي ما تنفعش، وبنغير الى حي جديد، الى زي حي الاسمرات بشكل حضاري. لكن هل سلوك الناس لما بتروح في مكان متطور، الناس بنلاقي نفس التطور في السلوك يا خالد؟ يعني انا باكد على المعلومه دي لان مهمه قوي كمان، يعني من غير حتى ما في حد بيعمل اي حاجه، من غير لسه ما نتدخل ببرامج الاجتماعيه بتاعتنا، المواطن لما بيتغير من مكان لمكان بيغير سلوكاته في لحظه. حضرتك لو مسافر مطار القاهره ورحت اي مطار في اوروبا، برلين او فرانكو، اي مطار من مطار اوروبا، سلوكياتك بتتغير على طول. احنا عندنا شكل حضاري، ونتمنى تبقى مصر كلها بالشكل الجميل اللي موجود ده. بالفعل احنا منهج جديد للدوله بتاخدوه وبتدعمه للاهالينا اللي كانوا عايشين في حياه غير ادميه. يعني احنا بنشكر الرئيس وبنشكر حضراتكم على المجهود الجميل اللي بيحطنا بشكل حضاري، وفي تنسيق حضاري حتى في الشكل والمبنى واللون وتوحيد الشكل اللي احنا كنا بننادي بيه قبل كده. يعني انا عايز اقول لحضرتك، كل مشروع الديزاين بتاعه، التصميم بتاعه، مش نموذج واحد بننفذه في كل حته. كل منطقه وليها روحها وليها. مثلا تل عقارب اللي هي، انا اسف بلاش تل عقارب، اسمها روضه الامل دلوقتي، او روضه السيده، اسف، روضه السيده. روضه السيده دلوقتي هي فين؟ هي في سيده زينب. اذا ايه هي سيده زينب؟ هي القاهره الفاطميه. يبقى التصميم بتاع روضة السيدة الجديد لازم يكون قاهرة فاطمية. لما هنيجي نعمل التصميم بتاع ان شاء الله مثلث ماسبيرو، القاهرة الخديوية. خلص مشكلة مثلث ماسبيرو، امتى الناس هتشوف الانتاج الفعلي؟ احنا شايفين حركة هد وهدم خلال الفترة اللي فاتت. امتى يعني المشروع ده يعني وقته ينتهي امتى؟ يعني الناس هتشوف ماسبيرو جديد امتى؟ ان شاء الله خلال 3 سنين بإذن الله. يعني احنا المرحله الاولانيه الاخر المشروع مش تباطؤ الحكومه او تعويضات، او التعويضات موجوده، والله موجوده ومدفوعه للمحافظه من الصندوق من اول ما عرضنا على الناس البدائل.
احنا بننتظر المواطن يجي ينفذ اختياره. بننتظر المواطن في مثلث مزبيرو ينفذ اختياره. عايز يروح عايز يروح الاسمرات، الشقه موجوده ومفروشه جاهزه ان هو يعني حضرتك مديله اكتر من اختيار. خمس اختيارات، ثلاثه منهم البقاء في المنطقه واثنين الخروج من المنطقه. الخروج من المنطقه بتعويض مادي او ان هو ياخد شقه في الاسمرات مفروشه وكامله. الثلاث خيارات للبقاء في المنطقه اللي هو ايجار او ايجار تمليكي او تمليك سريع. دول خمس خيارات اعتقد يعني لو حد فكر في نسبه كام يعني تم انهاء يعني الموضوع معاهم ومتبقي كام؟ احنا وصلنا لحوالي نسبه 98%. باقي بس 2% من الاهالي الموجودين لسه في. طب نسبه جيده ونسبه حلوه. خلاص احنا في المرحله النهارده انا قاعد مع حضرتك وفي يكاد يكون تجاوزنا ال 50% من ازاله بعض المباني في مثلث مزبيرو. حضرتك كنت شايف ان العشوائيات دي بتستغلها الجماعات الارهابيه في 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 الاحداث الساخنه زي احداث محمد محمود واثاره البلبله والمظاهرات الفارغه زي مسبير وزي محمد محمود. بص حضرتك، هو المناطق اللي هي الفقيره او المعدمه او هي خصبه، ارض خصبه لكل خطايا بتحصل في اي مجتمع. لان المواطن اللي هو مش عايش في حياه او في وسط دوله بتحترم ادميته هيبقى ناقم على هذه الدوله. فأي حد ممكن يجتذب هذا المواطن ويخليه يشتغل ضد الدولة اللي هو حاسس انها كرهاه. هو مفيش مصر بيكره مصر على فكرة، لكن هو بيشعر داخله ان البلد اهملته، ان البلد لفظته، ان البلد كرهاه. لكن هو ما يعرفش الا في الفترة اللي احنا فيها دلوقتي نقدر نقول يعني تبادل الحب موجود ما بين المواطن دلوقتي وما بين الدولة. المواطن بقى يحس فعلا ان البلد او الحكومة بتشغل مصلحته الفترة دي. كان الاول على فكرة احنا اول ما شغلنا كانت فيه قضية كبيرة جدا 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 احنا بنعاشرها، اللي هي ازاي ثقة المواطن تعود في الحكومة. ازاي ثق فينا، ازاي احنا عملنا صورة قبل وبعد. اكيد لازم يكون هو حاسس ان الدولة بقت تبقى داعمه له. هو للاسف في الاول ما كانش فيه البعد دي، ما كانش عنده يعني البعد. شوف المنظر حضرتك عامل ازاي، يعني ده يعني هنا دوله بتحترم المواطن، بتحترم ادميه المواطن بتاعها. خالد بيه، ازاي احنا نضمن ان الحكومه وصول الوحدات لمستحقيها بالفعل؟ يعني بنلاقي في بعض الناس لما بتحس في ميغه لتوزيع بعض الشقق بنلاقي بعض الناس بتيجي من خارج المنطقه وتحاول انها تسكن في قلب المنطقه على اساس ان هي متواجده. ازاي تضمن الحكومه ان 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 الشقق دي بتوصل لمستحقيها؟ لا ده احنا في لجان، اولا لجان الحصر اللي بتنزل بتتوخى الحذر والحرص في موضوع الاثبات حقيقه مين اللي ساكن هنا، مين اللي قاعد هنا، مين اللي شايف مش 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 بمزاج الناس. يعني في بعض بص ما فيش منطقه عشوائيه الا ما ظهر محتلين، ما فيش منطقه الا ما ظهر منتفعين وعايزين ياخدوا حقوق المواطن اللي له حق فيه. وفي لجان تظلمات بتحصل، يعني احنا دلوقتي بنشوف الحصر بيتم مش جهه واحده اللي بتقوم بالحصر او اثبات حقيقه الناس، ده كذا جهه، وبعد كده بتتم تحريات على الناس. الاوراق الثبوتيه لوجوده في هذه المنطقه، اوراقه اللي هي غير مباشره، وثيقه ميلادك جايه منين، بطاقتك طالعه فين، ولادك اتولدوا فين. يعني انت عندكم تحريات كامله مش لا ادعي ان صندوق 17 بيقوم بيها، لا ده المحافظات بتعاون المحافظات اللي هو الشريك الاول، مش احنا، ده احنا الشريك الداعم ليهم وهم الشريك الاول المحافظات. طب اخر اخبار تطوير مطار امبابا؟ لا مطار امبابا مش معانا في الخريطه القوميه. مطار امبابا ده له نظره تطوير، ليها نظره تانية خالص غير تطوير عشوائيات، ده نظره شامله لتطوير شمال لكن الجيزة. مش داخل من ضمن صندوق العشوائيات. هل غيط العنب والبشائر الخير في اسكندريه هتبقى اخر مراحل تطوير عشوائيات؟ يعني احنا سمعنا ان في هناك بعض الحاجات اللي موجوده في اسكندريه برضه محتاجه برضه دعم من صندوق العشوائيات. ما احنا بشال خير في اتفاق بيننا وبين القوات المسلحه المنطقه الشماليه العسكريه ومحافظه اسكندريه، ان فيها هيبقى في بعض المناطق لسه في اسكندريه، ما مناطق عشوائيه لسه
ما تعملهاش مشروعات، هيبقى في 1008 وحده سكنيه في ضمن المشروع بتاع بشار الخير ان شاء الله بمجرد انتهاء المشروع، وهيستلموه مفروشين ان شاء الله باذن الله برضه. فدي بالنسبه للمشروعات الغير امنه في اسكندريه، غير في مناطق طبعا سكينه وحجازي، دي مناطق غير مخططه شغالين فيها هناك، والمنظر هناك يعني الجو بيتحسن هناك في اسكندريه. طبعا في مشاكل كتير في اسكندريه ان فيها املاك خاصه، عشوائيه على املاك خاصه، برضه احنا بنجد لها حل ان شاء الله باذن الله. احنا بنهايه 2018 باذن الله يبقى ما فيش حاجه اسمها غير امنه موجوده، وهنبقى نشوف برضه. بعض الناس يقول لك ايه، طب في بيوت شكلها مش حلو، مش ما فيهاش محاره، ما فيهاش مش عارف ايه، دي امنه. ولكن هنخش بقى في موضوع الغير مخطط اللي هو ايه، احنا بنجمل مصر. طب جزيره الوراق خالد بيه، جزيره الوراق حكايه اخرى، يعني برضو مش داخله في نطاق صندوق تطوير العشوائيات. ولكن جزيره الوراق لو اتكلمنا على السي في بتاعتها، يعني سنه 97 كان صدر ليها قرار من رئيس مجلس الوزراء ساعتها ان هي في 114 جزيره في نطاق داخل مجرى النيل. هي كانت محميه طبيعيه قبل كده؟ اللي هي كانت طلع لها قرار ان هي محميات طبيعيه من اسوان لغايه فرعي رشيد دمياط، في حوالي 114 جزيره. احنا سمعنا ده كان حصل استثناء بقى في 2017، قرار طلع استثنى 17. سمعنا ان المحميات دي اتعملت نتيجه خلافات كانت شخصيه ما بين كمال الشاذلي وابراهيم كامل، فاضطر كمال الشاذلي يطلع قرارات لعدم استغلال رجال الاعمال لها في مشروعاته الخاصه يعني. لكن امتى نشوف التطوير؟ واحنا سمعنا ان خلال الفتره اللي فاتت دي ان في قرار قدام رئيس الوزراء بتعويض الاهالي لتطوير منطقه جزيره الوراق. ما هو لازم، ما دلوقتي الدوله ما بتشتغلش بتاخد من مواطن ارضه ببلاش، او مثلا ساي كان زمان مثلا يبقى المواطن له ارض على النيل، تقوم جايه لجنه مقيمه ان المتر يبقى 2000 جنيه وتدي له 2000 جنيه تعويض نزع ملكيه ويرفع قضيه بعدين. لا، دلوقتي القيمه السوقيه لهذه الارض كام؟ طب انت مواطن ساكن هنا وعايش مع اسرتك، انا مش هقول لك خد فلوس واطلع بره. واهالي مزبيرو، اهالي مزبيرو، هل احنا قلنا لهم انت مستاجر وانت شاغل مالكش حقوق في حاجه؟ لا، التعويضات اللي بقولها لحضرتك دي مش لمثلث مزبيرو، مش تعويضات لملاك، ده تعويضات لناس شاغلين، وشغالين الاثبات الوحيد ان هو شاغل لجان الحصر اللي تمت ولجان التظلمات اللي تمت عليهم. تمام. مش احنا بنستاذن حضرتك في فاصل قصير ونرجع تاني للمهندس خالد صديق مدير اداره تطوير العشوائيات. اخرى مع ضيفنا الكريم المهندس خالد صديق مدير اداره تطوير العشوائيات. باشمهندس خالد، في ناس كان بتتكلم على جزيره الوراق ان كان نزل في سنه 2008 على في موقع اماراتي ان شكل تطوير المنطقه، فالجماعه الاخوانيه والارهابيه بتقول ده مصر هتبيع هذه الجزيره للامارات، مدى حقيقه الموضوع ده وصحته؟ طبعا هو الموضوع مش عندنا في صندوق تطوير العشوائيات، ولكن خلينا نتكلم بصفه شخصيه بعيدا عن ان انا بتكلم في وضع رسمي او حاجه. تمام. ارض جميله زي جزيره الوراق، طبعا الموضوع لا، ما في، انا عايز اقول ما فيش حد مستثمر جاي غير دلوقتي متقدم عليها، دي معلوماتي الشخصيه. ولكن انا عندي ارض، الارض دي هتجيب خير على البلد، ايه المشكله يبقى في مستثمر يعمل عليها مشروع ينظف مصر؟ حد ياخد كلمه ينظف مصر؟ لا، مصر نظيفه وحلوه، بس يطور حاجه كانت معموله عشوائيه تبقى ايه المانع نبقى دبي؟ ايه المانع نبقى بجمال دبي او برج دبي؟ الارض ويمشي، هياخد الارض ويمشي. صحيح، انت اللي هتشتغل في المشروعات دي يا مصري، انت اللي هتستفيد من نظافه البلد يا مصري، انت اللي هيجيلك محتاج الامارات ومحتاج الكويت ومحتاج الاوروبي ومحتاج السعودي، انت محتاج مستثمرين. احنا يا مصريين عايشين على 7% من مساحه مصر. طب احنا معانا اتصال من استاذ محمود من مثلث مسبيرو. الو، السلام عليكم. يا استاذ محمود، مرحبا بيك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا انا برحب بالبشمهندس خالد، لان البشمهندس خالد ده من الناس المحترمه والشخصيات المحترمه اللي اتعاملت معانا في مثلث مزبيرو. تمام يا فندم، وبشكره وبشكر الحكومه طبعا على الكلام ده، بس بلفت نظر البشمهندس خالد في حالات بسيطه يا باشمهندس الله يبارك لكم، عارفين حضرتك متجاوب مع الناس ان في حالات بسيطه اتظلمت. طيب الحالات دي محصوره اسمها استاذ محمود؟ محصوره حضرتك، وللاسف المهندسين بتوع الصندوق هم اللي ظلموهم. يعني مثلا واحد عندها مخزن مباني من 30 سنه يقولوا لها ده خشب، واحد عنده مخزن بره يقولوا ده داخل تحت السلم مش بره،
انا حضرتك انا مش من ضمن الناس، انا بشكر حضرتك لان حضرتك عملت معانا مجهود جامد، بس في حالات بسيطة اتظلمت، وحضرتك يا ريت لو مع شباب الرابطة تتواصل مع الحالات البسيطة دي اللي اتظلمت واعملوا لها معاينة تاني، ولو الكلام طلع صح كلام المهندسين بتوع الصندوق اللي نزلوا صح يمشي. وبرضه في الاخر برضه بشكرك كده يا باشمهندس، انت حضرتك من الشخصيات المحترمه ومشروع محترم، ومعظم الناس الحمد لله اتراضت، بس في الحالات اللي هي اتظلمت دي ناس غلابه يا باشمهندس. انا حضرتك اللي قعدت معاك ساعه ما نزلت الايجار. ايوه فاكرك فاكر يا استاذ محمود، فاكر. متشكرين يا باشمهندس. شكرا يا استاذ محمود، شكرا. بص احنا في لجنه تظلمات برئاسة يعني مشكلة بأمر المحافظ، هو الجهة الإدارية المختصة في لجان التظلمات هي محافظة القاهرة، ولجنة مشكلة من بعض السادة المستشارين من مجلس الدولة على أعلى مستوى من الأمانة والفكر بصراحة، أنا يعني شاطرين جدا والمهندسين اللي بيعينوا الحاجات دي فعلا نشهد لهم بالامانه، ومحدش يقدر يتكلم على كده. ممكن في بعض يعني الكمال لله وحده لو حد كده، لكن احنا بننزل مره واتنين في بعض الناس يعني بيحاولوا مثلا يعني هدي حضرتك مثال، يعني في حد مثلا في مخزن يعني اوضه كده معموله لموتور ميه، ما اقدرش احسبها مخزن في التعويضات. احنا اكيد ما حدش له مصلحه ان هو يلزم شخص او اثنين، هو احنا هنقول اتكلمنا في الموضوع ده، البلد هتصرف مبلغ كبير او مليارات زي ما قلت لحضرتك كده، تمام، مش هنستخسر في اهالينا اللي يستحقوا بجد، مش هنستخسر فيه باشمهندس، ولكن هنعيد تاني تمام، وينزلوا ويشوفوا مره واثنين وثلاثه واربعه، ما وراناش حاجه، احنا شغلنا كله على اهالينا، فمش هنستخسر ننزل مره واثنين وثلاثه واربعه عشان ناكد احقيه او عدم احقيه، لان احنا مش يعني خلينا اقول مثل كده يعني مش هنبيع اخرتنا لدنيا غيرنا، احنا ما حدش له مصلحه كده، فاخرتنا لدنيا غيرنا دي لا للمواطن ضد البلد ولا للبلد ضد المواطن غيرنا، انا عشان اقابل ربنا والناس اللي معايا تقابل ربنا، لا هيبيع المواطن ليستحق لصالح الدوله ولا هيبيع الدوله لمواطن لا يستحق. الباشمهندس خالد، هل تطوير العشوائيات تخش فيها كمان تطوير الاسواق العشوائيه؟ طبعا احنا بص حضرتك عشان كنا نجيبها من الاول بقى، احنا نقول ايه هي العشوائيات؟ العشوائيات بتتقسم لثلاث حاجات، غير امنه وغير مخططه واسواق عشوائيه. احنا قدامنا منظر مسبيرو بعد يعني ان شاء الله بعد التطوير شيء حضاري وشيء قيم، ونتمنى نشوف ده في 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 امبابه وفي مطار امبابه، ونتمنى نشوف ده على جزيره الوراق، ونشوف هذا المظهر الحضاري القيم. لما يجي مستثمر يبني مبنى زي ده مش هياخد الارض بتاعته بالمبنى ويمشي، ما هو هيستفيد بيها المواطن المصري. يعني هو ده مقترح، ولكن لسه لم يعني يكون هو الرسمي اللي هو ده مقترح من ضمن مقترحات كتير، تمام. ولكن هو ان شاء الله لما هيبقى كده صدقني مصر هتحلو فعلينا جدا، يعني اي حد هيسافر بره مش هيتبهر باللي هيشوفه، هيتمنى يرجع برضه عشان برضه هتبقى اجمل ان شاء الله، هتبقى اجمل، وانا بقول اهو بعد سنين هنتقابل وهيعرف ان برضه هتبقى اجمل ان شاء الله. ان شاء الله نخش برضه على تطوير الاسواق العشوائيه. الاسواق العشوائيه من ضمن الثلاث حاجات اللي هي بتاعت احنا قلنا غير امنه غير مخططه اسواق عشوائيه. الاسواق العشوائيه احنا نقول عندنا 1103 سوق عشوائيه على مستوى الدوله، 1103 في 27 محافظه، 1100 سوق عشوائي. القاهره لوحدها فيها 434 سوق، الجيزه 83، اسكندريه 83، الشرقيه 55، المنيا 69، سوهاج 73. ده هينتهي برضه 2018؟ لا الاسواق العشوائيه بعد قضيه الغير امن احنا، لكن مع ذلك احنا اشتغلنا في الاسواق العشوائيه عشان زي سوق التونسي مثلا اللي هو كل شويه حرايق وناس بتموت وبضايع بتتحرق، شغالين فيه دلوقتي محافظه القاهره ومرصود له 180 مليون جنيه، واحنا شغالين فيه باذن الله ينتهي على اخر السنه برضو، مخلصين حوالي 12 سوق عشوائي. طب 1103 حاطين مده زمنيه قد ايه يا خالد بيه؟ دول احنا حاطين لهم لسه طبعا هنرجع على القاعده السياسيه، البرنامج الزمني المقترح ليهم والميزانيه المقترحه ليهم، لان ده مش معانا في القضيه حالا، لكن احنا مع انها مش معانا احنا شغالين، خلصنا 12 شغالين في 21 سوق،
تمام. بندرس 26 سوق دي قبل حتى ما نكلف التكليف الرسمي بيهم. هل بتعملوا لهم اسواق بديله بشكل حضاري؟ بديله بشكل حضاري، بشكل حضاري كمان، يحمل كل معايير الامان طبقا للكود المصري او الكود العالمي في الحمايه المدنيه. تمام. حريق، انذار حريق، مراقبه بالكاميرات، كل الحاجات دي بتتعمل في الاسواق اللي احنا بنعملها. مش بنعمل اسواق بنايه وخلاص صفي كشك وخلاص، لا، احنا نتمنى نشوف الاسواق بشكل حضاري وفي تنسيق احنا شايفينه، يعني بقى في شخصيه لكل حي لكل منطقه من خلال تنسيق وحده المباني. احنا باشمهندس خالد عرفنا ان في بعض الاتفاقيات مع وزاره الخارجيه ومكتبه مصر الجديده بخصوص العشوائيات، ممكن تلقينا الضوء؟ احنا مكتبه مصر دي احنا يعني ثقافه الانسان اللي وقعت مننا في العصور اللي فاتت احنا عايزين نبنيها تاني جوه البني ادم المصري. فبني ادم المصري اللي هو الفلسك في العشوائيات هنعمل له بتعاون مع مكتبه مصر، هنعمل في كل ان شاء الله اتفاقيه معاهم ان يبقى في كل منطقه جديده بنطورها مكتبه شكل حضاري للاستعاره والقراءه والمكتبه مش شامله الكتب بس، ده نشاطات كتير اجتماعيه وثقافيه وترفيهيه وحفلات. فالمكتبه دي على فكره يعني انا لما تعاملت معاهم مهضوم حقهم يمكن شويه، مش ناس مش عارفه ان الناس دي عندهم حوالي 45 مليون زائر حصل لهم في الفتره اللي فاتت، في السنين اللي فاتت ما شاء الله، 10 مليون استعاره، عدد الحفلات والمهرجانات اللي عملوها يعني حاجه كويسه جدا. واحنا عايزين نرجع تاني زي ما ذكرتها قبل كده، احنا معدل قرايه المواطن العربي ربع صفحه في السنه، معدل قرايه المواطن العربي للكتب ربع صفحه في السنه، معدل قرايه بعض الدول الاوروبيه 30 كتاب في السنه. شوف الفرق. هل الاماكن الجديده مع المكتبات هلاقي في مسارح وفي فعاليات عليها، ولا مسارح مبنيه ومقفوله وملاعب رياضيه ومقفوله يعني؟ لا 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 لا، بص اقول لك حاجه، احنا عندنا مشروع بتاع الاسمرات، في هناك مسرح وفي دار ثقافه وفي كل حاجه عادي موجوده وبتتفعل. مش ما هو ده بنتكلم على على على, على ان يبقى فيها يعني حاجات موجوده. المكتبه دي بعمل كده عشان المكتبه دي متفعله وحاجه متفعله. انا لو انا قلت انا هعمل انا المكتبات واعمل كده يبقى انا بيبقى اضحك على نفسي. طب كل حد مثلا وزاره الثقافه تاخد مثلا المسارح الحاجات دي، كل حد ياخد البرانش بتاعه ويشتغل عليه. تمام. احنا يعني بنحاول ما نحطش قرش على الارض وندوس عليه ونمشي. والله هو ده مبدا محترم، واحنا شايفين هذا المنهج لو فعلا تم تطبيقه ومحافظه عليه مصر خلال 3 4 سنين هنشوفها شان اخر. هتتغير في دول كتير جدا اتغيرت، واحنا هنتغير ان شاء الله. والاتفاق اللي بين الصندوق وبين وزاره الخارجيه والفنان محمد صبحي، وزاره الخارجيه احنا عملنا اتفاق معاهم عشان الهجره الغير شرعيه. طيب. موضوع الهجره الغير شرعيه ده بيطلع دايما من الاماكن العشوائيه، من الاماكن اكثر فقرا واحتياجا. فعملنا معاهم اتفاقيه ان احنا ازاي البرامج التوعيه، ازاي نم حصر ورصد للاماكن دي، ازاي ننزل عليها برامج، ازاي ننزل عليها نشوف مشاكل الناس دي ايه، خلق فرص عمل، توعيات عشان نجيب الموضوع من جدره، مش نروح نقف على الشواطئ نشوف المراكب المتهربه ومهربه الناس، لا ده هنحلها من جذرها قبل ما نفكر ندور على الشواطئ وفي عرض البحر نجيب جثث. نلحق الناس ونروح بالدب فيهم على ارضهم. يعني حضرتك بتعملوا دراسه لحالات البطاله اللي موجوده داخل العشوائيات؟ احنا بنعمل دراسه لكل شيء، عندنا مركز معلومات في صندوق تطوير العشوائيات، عندنا كل حصر لكل منطقه. احنا عارفين العشوائيات ظهرت منين؟ من الهجره الداخليه. الهجره الداخليه دي من محافظه لمحافظه، مدينه لمدينه. ايه هي المحافظات الجاذبه والمدن الجاذبه؟ ايه المحافظات والمدن الطارده؟ عندنا احصائيات ورصد بيها. طب الجاذبه دي جاذبه بنسب كام في الميه من محافظه كذا وكذا وكذا؟ مثال القاهره مثلا، المناطق الغير امنه نسبه 57% من قاطنيها من خارج القاهره و43 من اهل القاهره.
و43 من اهل القاهره اللي هم مناطق تقادم عليها الزمن، مش اتنشأت مناطق عشوائيه، لا ده 43 دول كمان مناطق زي منطقه ماسبيرو، منطقه مش اتنشأت عشوائيه، ده تقادم عليها الزمن. طيب ال 57% دول لما اعتبرهم واحد صحيح، اذا جايين منين؟ جايين 21% من الفيوم، 19 من منيا، 19 من سوهاج. طب في اليات لوقف الهجره الداخليه ما بين المحافظات؟ يعني ما هو الراجل ده لو في محافظه مثلا زي محافظه الشرقيه ولقى خدمات بتتقدم له وفي تطوير بتتقدم له، لا يمكن هيفكر ان هو يعني يجي محافظه زي القاهره؟ دي منظومه الدوله اللي شغال عليها الدوله، مش صندوق لوحده. جهاز المشروعات الصغرى والمتوسطه والمتناهيات الصغر بيخلق فرص العمل في اقطار مصر دلوقتي. هيئه التنميه الصناعيه اللي بتعمل مشروعات واراضي صناعيه في جميع محافظات مصر بتخلق مناطق صناعيه لاهل المنطقه دي واهل المدن يشتغلوا فيها. احنا بنشتغل على المحور بقى اللي هو اسمه، اللي ان شاء الله هندعمه جدا، اللي هو القرى ذات المنتج الواحد. قرى ذات المنتج الواحد، قريه مشهوره بيعملوا نسيج سجاد، بيعملوا الاقفاص، بيعملوا اي حرفه ومهنه هي المنتج الواحد المشهوره بيه القريه، الفخار. نشجع هذا المنتج ونشجع الناس دي بحيث ان هم زي ما شفنا كده، زي ما كان في اعلان احدى اعلانات اللي هي القروض البنوك والحاجات دي، الست جت انا بعمل سبت او فخار او مش فاكر، عملت بتعمل حاجه وبتصدر بره منتجها نزل في اوروبا. بتعملوا تنسيق ما بين الناس دي والبنوك؟ لا احنا لسه ما دخلناش، وكان هندخل في موضوع التنسيق بينها وبين البنوك، لكن احنا في هذه المرحله هندخل، لسه هندخل وندعم احنا بنفسنا الموضوع ده وندعم مع البنوك. يعني ممكن احنا الاول ندخل ندعم الموضوع ده من ميزانيه الصندوق الاول، نعمل هو البدايه الفريش الاول البدايه تمام. وبعدين الموضوع بص حضرتك، لو زي ما بقول لك الشخص ده بدا ينتج الحاجه الفلانيه، اهل القريه كلهم بيبداوا يعملوا، زي مثلا في قريه ده الناس دي جابت مكن صناعه الكيس البلاستيك، بتلاقي كام بيت في القريه عمل الموضوع ده. هو في كم مشروع المفروض يتم افتتاحه خلال الفتره اللي جايه؟ مشروع تطوير عندنا مشروع المرحله الثالثه من الاسمرات ده 7400 وحده ان شاء الله. المحروسه 1 و2 دول ان شاء الله برضو دول 4700 وحده دول، ومشروعات حوالي 1200 وحده في كذا مدينه في البحر الاحمر، الغردقه وسفاجه وراس غارب، مشروعات هناك غردقه وسفاجه وراس غارب. ما شفناش الشرقيه داخله خالص في هي ما نفعش عشوائيات الشرقيه؟ الشرقيه ولا اللي هو ولا المحافظ خالد سعيد؟ لا يا حبيبي غير معنى العشوائيات الموجوده. لا الشرقيه، العشوائيات الغير امنه على محافظه الشرقيه 357 وحده، لان قرى والنجوع يعني هتلاقي لهم نصيب من الصندوق، مش داخلين في للاسف في عمل الصندوق، عمل الصندوق للمراكز والمدن، فالقرى والنجوع والعزب تابعه للمحافظات في العمل ده. وبعدين ما اقدرش اقول القرى عشوائيه، دي طبيعه ريفيه. طب يعني ال 300 شويه دول حضرتك اللي قلت عليهم يخش تحت انهي اطار؟ هل القوة القرى الاكثر فقرا ولا يخشوا تبع لا دي في مدن ومراكز ودي يعني مسؤوليه؟ عاوزين نقول لاهالينا اللي موجودين في ال 300 قريه، قعدت مع اللواء خالد وفي لهم حلول ان شاء الله، هو نفسه اقترح حلول كويسه جدا وقعدنا نقترح حلول، وفي احنا شغالين في 5 اسواق في الشرقيه كمان. لو بتكلم مع الشرقيه واضح الشرقيه تخصك قوي لا عشان انا من الشرقيه اساسا يعني والله وانا من الشرقيه برضه فطبعا يعني هم اهالينا يعني برضه المفروض يكون لهم نصيب من الخير ده. محافظه جميله الزقازيق، من المدن الجميله في مصر. حضرتك انت شايفها جميله، انا شايف النهارده الشرقيه بدون اي فعاليات بدون اي تخطيط حقيقي موجود، ان انا شايف العشوائيات ضربه المدن ضربه المحافظه حتى في فوضى في المرور، في عدم نظافه. انا شايف حقيقي المحافظه بالكامل خارج مستوى خارج الخدمه تماما. يعني حضرتك مين اللي بيفرش الجهه اللي هي قائمه بفرش الوحدات العشوائيات؟ طيب هذاك اخترقت نقطة مهمة جدا. فضل. احنا كصندوق تطوير عشوائيات معنيين بانشاء المباني الامنة للناس، لكن سيادة الرئيس ادى امر ان تتفرش جميع الشقق اللي نعملها عشوائيات، فبالتعاون مع وزارة التضامن ووزارة الانتاج الحربي والجمعيات الاهلية هتتفرش جميع شقق العشوائيات. ده بيشغل مصانع برضه خالد بيه؟
ده بيشغل بص احنا كل الحاجات دي عايز اقول حاجه اللي احنا بنعمله في تطوير العشوائيات بيشغل ايد عامله كتير. يعني مثلا مشروع تل العقارب او اسف روضه السيده تمام، المشروع مشغل اهالي السيده تمام، مشغل اهالي السيده في المشروع. كل المشروع بيتم اهالي المنطقه هم اللي بيشتغلوا في المشروع نفسه، اللي ملوش مهنه وحرفه انا ما عنديش مهنه وحرفه طب اشتغل في الامن. طيب هل هو سؤال الناس بتسال، هل الناس اللي عشوائيات بتدفع اي قيمه ماليه مقابل الوحدات بتاعتهم؟ يعني هل رمزيه رمزيه جدا. يعني اقول حاجه مثلا يعني الاسمرات مثلا 300 جنيه الخير 300 جنيه في الشهر ده ايجار ولا من لا من قيمه الوحده؟ في زي اللي الناس منتقله من ماسبيرو للاسمرات دي من قيمه الوحده، لان هو له حق في تعويض يعتبر مقدم للوحده اللي هي اعتبرناها بفلوس، والباقي بيدفعها على 30 سنه عشان يمتلك الوحده. تمام. في قيمه ايجاريه اللي هي 300 جنيه اللي هي مش بناخدها عشان بنسترد قيمه لحاجه، مش حتى مش على الصندوق، عشان الصيانه بتروح للمحافظه عشان الصيانه. يعني تخيل حضرتك مدينة زي مدينة الأسمرات قائمة على ما يتجاوز ال 160 فدان أو 180 فدان تمام، هيصرف عليها منين؟ ما هو برضه سؤال، هل الوحدات دي تملك؟ لا حتى الآن لا، مفيش قرار بتملكها، تمليك ليه لكن إن شاء الله ممكن يبقى في قرار بيها كده. يعني لو راجل وزوجته وأولاده ورب الأسرة توفى لا ده مش هترضوا بره، ده بتورث الجيلين بقى الجيلين. ما احنا بنتكلم يعني لا ما حدش يخرج من البيت، لا هو وابنه قاعدين فيه، لكن كل اللي قاعدين في مساكن جديده زي بشائر الخير او عباره عن ايجارات رمزيه. ايجارات رمزيه بشائر الخير ممكن يبقى مشروع في ناس ملاك، الملاك دول بيتعوضوا بتمليك. لكن مشاريع خير الاداره بتاعته وتنفيذ المشروع كله بواسطه المنطقه الشماليه العسكريه ما تعاون مع محافظه اسكندريه. طيب الاسر الاكثر فقرا والاحتياجا بيتعمل بيهم دراسات ولجان بتشوف اللي مش قادر، الدوله بتقوم عنهم بسداد القيمه. احنا بنشكر حضرتك المهندس خالد صديق مدير اداره تطوير العشوائيات، واحنا نتمنى ان نكون غطينا معظم الأسئلة موجودة، وعلى وعد آخر من المهندس خالد يبقى في حلقات ويبقى الاتصال مفتوح مع أهلينا ونشوف تطوير العشوائيات داخل في محافظة الشرقية بقى خالد بيه إن شاء الله. يعني حاضر إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حلقة أخرى إن شاء الله بإذن الله من برنامج بلدنا أمانة يوم الخميس القادم إن شاء الله.